عبد الرحمن، السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته، شلون كيف حالك؟ هلا والله عبد الرحمن، حياك الله. الله يحفظك شيخ خالد. السؤال الآن عندي، الله يحفظك. سلام. بعض السلع تعرض علينا وهي نعلم هذه السلعة مسروقة، هل يجوز شرائها ولا لا؟ أنتم ما تدرون؟ لا، أنا أعلم أن المكان هذا اللي بيعها هي أصلا شريها من سرقة. شريها ولا سارقها؟ سمع شيخ؟ شريها ولا سارقها؟ مثلا شيخ، الآن أعطيك عرض علينا حديد الآن. أي. هذا المحل هذا شريها من سارق، هل يجوز شريها من المحل هذا أنا؟ يعني ليس المحل اللي سرقه، لكن هؤلاء سرقوها واعطوها للمحل ويدري انهم سارقين. والله اتوقع انه يدري يا شيخ، لانه يشتريها اقل من الوكاله باضعاف. واضح، ويبيعها عليكم. ويبيعها علينا، يعني اقل من الوكاله ايضا تقريبا بنص السعر. واضح شيخ خالد. واضح، نعم. عبد الرحمن سأل بالنسبة للسلع التي يشترونها، قال نشتريها من محلات نعلم أنهم اشتروها من أناس قد سرقوها. إذا تحققت أنها مسروقة أو غلب على ظنك أنها مسروقة فلا يجوز لك شراؤها، لأنها مستحقة وتصرف البائع بها بعد تحققك من سرقتها، أو غلبت ظنك بأنها مسروقة لا يجوز.